أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ولا قوة إلا بالله العظيم. مجلسنا هذا خاص لخواص، مجلس خاص لخواص. كانت مجالسنا يوم الأحد يحضرها إخواننا وأخوات من سائر، لا نقول من سائر، هذه أول فائدة تستفدها من في اللغة إن شاء الله، نقول من سائر البلدان والأعمار، ولكن هذا خطأ لغوي ومشيت أنا فيه. ما هو الفرق بين سائر؟ كلمة سائر معناها، وبين كل. كان يجتمع هنا يوم الأحد إخوة من الأخوات من كل الأعمار ومن كل المستويات، واليوم يجتمعون نخبة خاصة. هل يمكن أن نقول كان يجتمع هنا جماعة من الرجال من الإخوان والأخوات من سائر الأعمار؟ هل يصح هذا؟ هذا خطأ. لماذا؟ لماذا؟ إيوا شكون يقول لي؟ شكون نتحاوروا، ما يكونش غير سائر. كلمة تدل على شيء تابع، شيء تابع. جاء فلان وفلان وفلان وفلانة وسائر الإخوة والأخوات، يعني ومن بعدهم، يعني ومن معهم سائر. خصنا نذكر واحد المذكور من قبل حنقولوا سائر، أما نقولوا جاء حضر الناس من سائر الأعمار، ما خطأ لغوي. في يومنا هذا يوم الأحد في اجتماعنا هذا الخاص، والتاريخ هو متم شهر جمادى الأولى من سنة 25 و400 ألف، جاء الله سنتنا هذا وشهورنا هذه وأعمارنا إن شاء الله مخصصة لكننا لرضا الله عز وجل. وحدثكم اليوم إن شاء الله عن الخلف والخلفي، كلمتان يفصل بينهما النطق، الخلف فعل والخلف فعل. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما هو الفرق بين الحق وبين الباطل، بين أهل الحق وأهل الباطل. ولا شك أنكم تريدون وتحبون وتتمنون على الله عز وجل وترغبون أن تكونوا من أهلي، من أهلي، واش تكونوا من الخلف ولا من الخلف؟ خصنا نعرفوا كي نديروا لها، ياك ماشي غير نبغيو نقولوا يا ربي اجعلنا من الخلف، خصنا نعرفوا شكون هو الخلف. يقول الله عز وجل في كتابه العزيز، واذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، قال لأبيه يا أبت كما تعبدون ولا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا إلى آخره. واذكر في كتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. قال الله تعالى في الأخير أولئك الذين أنعم الله عليهم من نبيين من ذرية آدم ومن حنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. هنا شيئان أمران عليهما مدار الباطل والحق. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن القرآن خروا سجدا الصلاة. فعلى هذا وعلى شيء غادي نتكلم لكم في الجلسه ديالنا، كيفاش نحافظوا على الصلاه ديالنا والقران ديالنا. ايوا انا فرحت بزاف بلي شو واحد البنيه. شحال السن ديالك؟ 17. حافظ القران ياك؟ شحال حافظ؟ 40.
40 ايوا تبارك الله. شكون اللي حافظ منكم اكثر من 40؟ اللي حاضر اكثر من 40؟ البنية تبارك الله عليك. اسمك الله بنتي هنا شحال شحال حطي دابا القران كله ياك منذ متى؟ منذ سنتين تبارك الله. شكون اخرى؟ شكون اخر من الاخوان؟ اسمك الله ولدي محمد علوي الشريف من اسره العظيمه الاشراف كلهم اسره عظيمه ياك علويين وفيهم اللي ما نتكلموش في السياسه ياك هذا ممنوع ممنوع. حفظتي القران كله اسيدي؟ وبهذا نبدا بالقران الكريم. شكون منا اللي غادي يحفظ وانتم اصحاب العزم؟ كلوا صعبين على الشباب يهونوا كما كان كيقول واحد الزعيم كان الله يرحمه مسكين وعلل الفاسي. واش علل الفاسي؟ كان رجل مزيان ولا قبيح؟ مزيان مزيان من العلماء ومن الافاضل وكان كيدير قصائد باش يعني يبت الروح ديال 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 الرجوله في الشباب. كيقول كل صعبين على الشباب يهونوا هكذا همة الرجال تكونوا. إذا شكون منكم اللي غادي يحفظ القرآن قبل أن يموت؟ كلنا إن شاء الله. أخرى من منكم يعلم القرآن يحفظه ويحفظه الناس ويعلمه الناس؟ هذه راعي وعرم. عندكم تعزموا شي عزمة اللي ما تقدروش عليها ولا لا ماشي تضبط العزائم ديالكم. واه شوف الاخوات ما هزوش يديهم خافوا خافوا. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض هذه أمانة. القرآن أمانة رسالة ربنا سبحانه وتعالى اللي كاين نتلقاها باحتفال وباهتمام ولكن نعمل به. إذا كل واحد منا وكل وحدة نكونوا مدرسة قرآنية متنقلة. متفقين ولا لا؟ وحتى لا حتى تفكروا فيها مزيان فكروا فيها مزيان عاد تقولوا واخا. كل واحد يكون مدرسة قرآنية متنقلة. متنقلة في ماذا؟ في الأقطار قبيله كنقولها وفي الأعمار وفي الأجيال. الناس اللي كانوا ناس مباركين كان واحد منهم كيبقى 40 سنة أكثر وهو كيقرأ القرآن وحفظ الناس القرآن. فهذا مدرسة قرآنية متنقلة في عبر الأجيال. فإذا عبر الزمان والمكان نكون مدارس متنقلة. ولكي نكون مدارس قرآنية لا بد أن نتعلم لغة القرآن واللغة العربية. نحفظ اللغة العربية ونعرفها مزيان نتعلموها ونلقصوا كل نهار. أقول مازال شباب مازال قدامكم إن شاء الله أعمار طويلة الله يطول أعماركم في طاعة الله. خلي يكون بحال النحلة وقت ما لقات شي حاجة طيبة راه كتنقل منها. هذه زهرة من هنا واليوم ديت فائدة من هنا وغدا قريت كتاب كذا وغدا كان. فإذا نحفظ القرآن ونعلمه ياك ولكي نعلمه لا ولأن نعلم معه الفهم فهم القرآن. ولكي نفهم القرآن لابد لنا من اللغة حتى إذا حفظنا لفظ القرآن وحرفه وفهمنا معناه ولم نتخلق به نكون من المجرمين. واش يمكن هذه ولا يمكن شيء؟ إيوا جاوبوا شوية قولوا لي أخوات شكون تكون قول لي منكم كيف واحد الإنسان حافظ القرآن كله وفاهمه كله وهو من المجرمين؟ ايوا يلا بسم الله قول. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني تينفرد به ما تعلموش الناس. لا لا تعلموها لا لا واخا ما علمش الناس هذا غير بخيل وسلام. يعمل بما يخالف ما جاء في القران. الله يرضى عليك. وياتي بمنكرات. شكون الاخت اللي كانت قول؟ الله يرضى عليك بنتي. يقيم حروفه ولا يقيم حدوده. قل ومن يحفظ القرآن لفظا فيسمى من حماة القرآن ومن يحفظ
الله يرضي عليك، هذا كلام جميل. الأخوات المريضات مساكن اللور كتسمعونا ولا لا؟ أحييكن مرة أخرى، الحمد لله على سلامتكم، وأحمد الله عز وجل على أن أصيبتم، من أصيب منكن على أن أصيب في سبيل الله، كان يأتي لاجتماع يتعلم فيه دينه. وأمي عليكم حديثا اكتبوه، إيوا باش ما ننسى شيء جبتو مكتوب، غادي نملي عليكم بعض الأمور أخرى، نديو فوائد هكذا. الله عن سيدنا الحسن، عن سيدنا الحسن البصري، وكان من كبار علماء المسلمين ومن أئمة المهتدين الهادين، وهذا حديث مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم. شكون منكم اللي يقول شنو حديث مرسل؟ ودابا حنا مع الأذكياء تبارك الله، مع النخبة الناخبة. أهلا وسهلا، تفضل أسيدي، تفضل أسيدي، أهلا وسهلا، مرحبا مرحبا، تفضل. راك شفتي هاد الإخوان، هاد الأبناء والبنات، أشنا هو الحديث المرسل؟ كنقراو في الحديث، هذا حديث مرسل. قل حديث مرسل والحديث درواشي تابعي ماشي صحابي. ها الله يرضى عليك، رواه تابعي ولم يذكر صحابيا، هذا هو. والموقوف ما هو الحديث الموقوف؟ يبا زين انت ما عرفتهاش، شنو هو؟ روي عن الصحابي لم يرفعوه. كنقراو الكتب ديال الحديث، روى فلان عن فلان فلان فلان، يرفعه، معناه يرفعه، يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف عند الصحابي، نقول هذا حديث موقوف. إذن هذا واحد حديث مرسل، معناه أنه سيدنا الحسن البصري هو ثقة تابعي ومن كبار التابعين، يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاءه الموت، من جاءه الموت وهو يطلب العلم يحيى به الإسلام، فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة، فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة. من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيى به الإسلام، فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة. إذا كنا نستعرض كلام الله عز وجل ونقرأه ووصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشائره، فذلك لكي نعمل بها، لكي نعمل بها، ولكي نعمل بها لا بد أن تكون لنا، أن يكون لنا شيئان: فهم عميق وإرادة ماضية. إذا كان عندنا واحد الإرادة ماضية إوا راه نديرو شي حاجة، إذا ما عندناش إرادة، الإرادة ديالنا غادية في التوافي وفي الأمور، في أمور ديال الدنيا، في أمور اللي ما عندها قيمة عند الله عز وجل، ما نقدروا نديروا والو، نفهموا القرآن ونفهموا الحديث ولا نعمل به فنكون من المنحطين. فإذا بغينا يكون بيننا وبين الأنبياء درجة واحدة، شنو هي الدرجة؟ هي النبوة، والنبوة قد انقطعت وانتهت، ولا نبي بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما بقاش الأنبياء، ولكن بقى درجات، النبوة ما بقاتش. ولكن شي الاخر كاين الدرجات. اذا كيف نديروا باش نالوا هاد الدرجات؟ من مات وهو يطلب العلم، من معنى ما مات وهو يطلب العلم، يعني انه في طول عمر، في طول عمره يطلب العلم ليعمل به، ولكن همة اعلى، يطلب العلم ليعمل به، هذا شيء جميل، ولكن اعلى منه
ليحيي به الإسلام، ليحيي به الإسلام. إذن من طلب العلم لكي ينتفع به هذا شيء جميل، شيء نافع، شيء جيد، ولكن الدرجة الأعلى هي أن يطلب العلم ليحيي به الإسلام الأمة. وبما أن أغلبية الحاضرين والحاضرات من الشعب يسمى العلمية ونقول نحن العلومية، فكيف نحيي الإسلام بالكيمياء والفيزياء والرياضيات والبيولوجيا وما إلى ذلك؟ هذا لا يحيي الأمة، ما يحيي الأمة. يحيي الأمة ونقرأ القرآن ونقرأ الحديث وبركة. ومن يجيبني عن هذا السؤال؟ بسم الله أخويا مزي. هذا التوجه نحو الاهتمام بالعلوم يعني الدنيوية اللي داخل فيها مثلا الكونية، يعني نقولوا كونية مثل الفيزيك أو الشيمي أو الماط، هو داخل في أعدوا لهم ما استطعتم. الله يرضى عليك. أما بالنسبة إحنا ولا بد خصنا نهتموا بالعلوم الدينية كقرآن، لأنه هذوك هو التربية الروحية تاعنا، وذيني لا ننسى هذا وأعدوا لهم ما استطعتم. الله يرضى عليك. قول. العلوم الكوية كتدخل أيضا في إطار الإعجاز العلمي باش نبرزو وجود الله سبحانه وتعالى وصحة الإسلام في الكيمياء والفيزياء والعلوم البيولوجيا. تعالي ندخلوها تايا في السياق. شكون آخر اللي يقول لنا شي كلام؟ تفضل أسي. بسم الله الرحمن الرحيم. كلما تعمق الإنسان في طلب العلم إلا وزاد اليقين ديالو بقدرة ديال الله سبحانه وتعالى في هذا الكون الفسيح. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: إنما يخشى الله من عباده العلماء. كلما تعمقنا في العلوم لا الطبيعية الفيزيائية أو الرياضيات إلى آخر العلوم إلى آخره، كلما زاد الخشية ديالنا الله سبحانه وتعالى والتدبر ديالنا وزاد اليقين ديالنا بأن هذا الكون الفسيح يحكمه الله سبحانه وتعالى الذي لا حكيم غيره. لكن هذا ينتهي بنا إلى الإقناع الفكري. الإقناع الفكري، نشوفوا النحل، الله تعالى قالنا: وحاربك النحل أن يتخذي من جبال بيوت ومن شجري. آمنا بأن الله كاين، واش هذا الشيء يكفي ولا ما يكفيش؟ ما يكفيش. المشركون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عنهم في القرآن: ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. قال لك الله كاين هو خلقنا وصافي هذا. ما وهذه نقطة مهمة جدا نقف عندها ما تسوي شيء. أنا سميت مرة هذا المبتدأ الذي لا خبر له، مبتدأ بدون خبر. إذا قلنا محمد أكل الخبز، هذا مبتدأ محمد وأكل الخبز جملة في محل رفع أنها خبر، فهذا كلام كامل في فائدة. محمد ماذا فعل؟ أكل الخبز. ما إذا قلت محمد مبتدأ ما عرفناش الله كاين إيه ومن بعد؟ هذا لا يعنيني أنا، الله خلقني ما يهمني شيء. وما هو الخبر؟ هو أنه سيميتك ثم يحييك ثم يبعثك ثم يحشرك إلى الجنة وإلى النار. المهم الإيمان لا يكتمل بالإيمان بالله وحده، هذا ما يكفيش. نجيبوا بزاف ديال الأدلة ونقولوا كاين الله والدليل على ذلك النحل مع المخلوقات والسماء والأرض والأفلاك والآلاف من ملايير من السنوات الضوئية في مجدات الكون.
نعمل ومن بها خلقوا الله الله خلقوا، ولكن أنا ما دخلت في الحساب باش أنا ندخل في الحساب ونعرف أنا نفسي غادي نموت وغادي نمشي للجنة ولا النار، ولا مشيت للجنة واش تكون في الدرجة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الفوقانية ولا هذه همة كبيرة. هاد الناس اللي هما ذكرناهم ناس فاضل ومؤمنون زنداني وغيره، يعني واقفين عند واحد المسألة مهمة هو إثبات وجود الله عز وجل. ولكن الشيء الغائب الآن في أدبيات الإسلاميين وغيرهم هو الحديث عن الموت وعن البعث وعن النشور وعن المصير الأخروي. لذلك إنما ينشأ نشؤكم إن شاء الله وتصبحون من حملات الأقلام، ولا بد لكم من ذلك أن تشاركوا في كتابة دفاعا عن دينكم، ولا بد لكم أن تخطبوا لكي تعلموا الناس دينهم، فينبغي أن تحدثوهم الخبر الصحيح. ما هو الخبر الصحيح؟ النبأ العظيم. ما هو النبأ العظيم؟ كل خبر وكل نبأ غير هذا فهو نبأ صغير. وقعت واحد الواقعة في الدنيا، وقع زلزال في الحزيمة، نهتزوا لهذا، ولكن هذا نبأ صغير جدا 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 بالنسبة للخبر العظيم النبأ العظيم. ما هو النبأ العظيم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو؟ ما أسمعش. نعم؟ لا لا لا، الخلافة هي نبأ صغير، لا قرناه بهذا الشيء. هذا مصير أخراوي، إذا وقعت الواقعة بالتعريف هو النبأ العظيم. الواقعة شنو هي؟ قيامة. والقيامة هل أنا بمعزين عنها؟ أنا واحد منهم، أنا واحد اللي غادي يوقفوا أمام الله سبحانه وتعالى. والخبر النبأ العظيم. فإذا عندما تكتبون وتخطبون وتعلمون الناس ينبغي أن تكون مقتنعين بأنكم ستعرضون على الله عز وجل. اغتنموا ما أعطاكم الله عز وجل من مدد في شبابكم، في صحتكم، في عافيتكم، في فراغكم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، نعمتان مغبون فيهما. شكون يحفظ هذا الحديث؟ قول. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة والفراغ. والله أعطاكم الصحة الآن وأعطاكم الفراغ. شو الفراغ؟ هو الوقت كله. إوا عاود نمشي أنا نضيع الوقت ديالي في الإنترنت، نشوف واحد بعض المشاهد القبيحة، ونمشي نلعب بدون. لا بد من شويه ديال الرياضه، مشي نلعب شي لاعب يعني باش ضروري فراغ كنضيعو. بحال شي واحد اللي عنده في جيبو عامر الفلوس هنا وهنا، كيمشي ويشتت هنا ويشتت هنا ويشتت هنا. واي شيء اثمن، اي شيء هو اثمن عند الانسان؟ عمره، عمر الانسان. فاذا كان يبذر عمره يبذر ساعاته وايامه ولياليه وشهوره وأعوامه، فهذا مبذر. مبذر نعمة الصحة والفراغ. والصحة والفراغ نعمتان لا يعرفهما إلا من حرم منهما، صلى الله عز وجل السلام والعافية. حتى الإنسان مرض هادي عارف شنو هو نعمة الصحة. الفراغ حتى يكون مشتغل عادي عارف نعمة الفراغ. كل واحد منكم في حضن والديه ما فيش الهم ديال الخبز باش يتعشى وباش يفطر وباش يتغدى، ما عندوش. ما واحد الانسان رب عائلة، عنده عائلة خصو باش يغديهم، خصو يدخل لهم العشاء في الليلة. هذا هم كبير يشغل كل أعطاني نفسي. مشغول بالهم، ما مسؤول ولادي وليداتو غادي يموتوا بالجوع.
نرجعوا لهذه المواضيع ان شاء الله بالتفصيل. من جاء الموت وهو يطلب، من جاءه الموت، من جاءه الموت وهو يطلب العلم يحيى به الاسلام، فبينه وبين نبينا درجة واحدة في الجنة. قال الله تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من نبينا من ذرية آدم ومن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. يعني زوج الأمور هي أهم شيء، تتلى عليهم آيات الرحمن، والآيات الرحمن التي نثق بها الآن هي القرآن، لأن الكتب الأخرى المنزلة كلها حرفت، إنها وكل أهلها بحفظها فما حفظوها، والله تعالى حفظ القرآن فهو لا يزال نتلوه كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا، وعلاش ما يقول لنا شيء سبحانه وتعالى خروا ركعا؟ علاش؟ واش كون يجاوب يا الله؟ شي اخت بالك تتكلم انا قول. الله يرضى عليك أبتي. الانسان اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. الرمز ديال الدله امام الله عز وجل ماشي الركوع، الركوع تاوره، وان كان بعض الناس دابا بعض الرؤساء بعض الملوك كيركعوا لهم الناس وكي ياك. ها الله يبارك عمر سيدي. إذن السجود لأنه هو رمز لذلة العبد أمام ربه سبحانه وتعالى. فخلف من بعدهم خلف، حنا نجيو للخلف، ماذا فعل هؤلاء الخلف؟ أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إذن الميزة الأولى ديالهم هي الصلاة أضاعوها. كيف نضيع الصلاة أيها الأحباب؟ كيف نقيمها وكيف نضيعها؟ وهنا جاوبوا شاركوا شوية. يا بسم الله بسم الله قل. الله يرضى عليك. وضوئها أولا، طهارتها، شروط شنو نسميو هاد الشروط؟ ياش شروط الصحة ولا شروط الوجوب؟ هذه شروط الصحة، هي طهارة ونقراوها بتفصيل ونعلموها للناس بتفصيل، وما نستحيوش نغجلوا نقولوا انا غادي نوريهم الاستنجاء، كيقول لك انا كنعرف، ما كيعرف والو. كنلقى دابا من هاد ما نتكلموش على الناس، نقولوا بصفة عامة، قام راجل عنده 60 عام ما يعرفش يتوضا، ما يعرفش يستنجى، ما يعرفش يغتسل، ما يعرفش كيفاش قال لك مسلمين كلشي مسلمين، اسيدي ما كتصليش ما تعرفش تصلي، كان عارف يصلي، واجي انت غير الوضوء غير الوضوء وريني كيدير له، ما يعرفش يتوضا. قول ابوي تشوفوا هذا الشيء مزيان، انتبهوا لما يعرض عليكم في شاشة التلفزيون عندما يصلي بعض تارك الصلاة صلاة الظهر، ما يعرفوش يركعوا، ما يعرفوش يسجدوا، رجليهم هنا ما كيتسناوش باش يركعوا ويسجدوا. ما كتلاحظوش هادشي في التلفزيون لما كيجيبوا قلاص يا الصف بارك الله كلهم لابسين كجلال بالدين، وهذه ليلة 27 في رمضان وهذه ليلة كذا، كيصليو ما كيعرفوا يصليو، علاش؟ ما فينش يصليو. كيف ضحوا الله عز وجل على رؤوس الأشهاد؟ لأنهم بغاو ينافقوا الله عز وجل، ينافقوا الأمة. فخلف من بعد ما خلفوا أضاعوا الصلاة، هذا نزيدوا شيء آخر، كيف نديروا نضيعوا الصلاة وكيف نديروا نقيموها؟ بسم الله. الله يرضى عليك، نؤديها جماعة مزيان. من أسباب إضاعة الصلاة عدم أدائها في وقتها. أول وقت، الله يرضى عليك، زين. نقيم الصلاة باتباع طريق المصلين. نقيمها بصحبة المصلين، هي الجماعة، زين. نضيع الصلاة بإضاعة خشوعها وتضرعها.
الله يرضي عليك. زين نقيم الصلاة بمعرفة شو يعني فرائدها وسننها. هي ماشي غير بمعرفتي، خصنا المعرفة وخصنا ايوا الاخوات حقكم. قل الله يرضي عليك. كانوا ما كتجي الصلاة كيقول النبي صلى الله عليه وسلم المالين الدار السلام عليكم، ما نعرفكم ما تعرفوني ياك. شكون اللي يقول هذا الحديث اللي يعرفه منكم؟ هذا حاجة سيدنا أمنا عائشة. تقول السيدة عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس في البيت يضاحكهم ويضاحكونه، فإذا أذن للصلاة قالوا كأنه لا يعرفهم. يعرفهم ولا يعرفونه. فإذا الصلاة خصنا نعظمها واحد التعظيم كبير. الإنسان نعرفه مثلا وكون شباب كنمشيو للسيبر كافي وكتشوفوا المناظر القبيحة. استغفر الله تعالى وتوبوا الله تعالى. هذا الانترنت، هذه الشبكة، هذه بحال الخمر والميسر. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. إثم هو الكبير والمنافع، أنتم سيروا المنافع باش تطلعوا على الكتب وتطلعوا على كذا، لأنه وسائل التعلم ميسرة. ولكن الكبير كثير ذاك الشيء ينهيكم عن إيوا. إلا كان هذه الشبكة وهذا الانترنت نكون أنا نملكها، أملكها وأنا سيدها، أنا مزيان وأستفيد منها ولا تأكل عمري، هذا شيء جميل. أما إذا كنت عبدا لها وكانت هي السيدة، إيوا مشيت الله يحفظ. وآية ذلك أنه لما يقول الله أكبر شحال في الساعة الظهر، الله أكبر، ما كاين لا إنترنت ولا الدنيا ولا والو، كاين الله وكاين الأخيرة وكاين الصلاة. أنا أكون ديك الساعة، وشكون اللي يقدر منكم يدير هذه؟ جربوها تشوفوا، صعيبة بزاف. عاد مشى كيشوف شي مسلسل تما في الإنترنت ولا شي، ودن تما انتهى وحيا وهلالو. جالس. فإلا ودن الظهر ما صلاش، راه فاتو الوقت المختار. إلا ود العصر وما ناضش يصلي، ها هو كنتظروا الصلاة. إذا دخلت المغرب وما صلاش العصر، شكون اللي يقول واحد الحادث من سنة فاتته صلاة العصر؟ لا ماشي حابط عمله. قل لا ماشي حابط عمله. الله يرضي عليك. فكأنما وتر أهله وماله، معناه وتر أهله وماله يعني خسرة. مشالو ولادو ومالو ودارو وخربت ليه بيتو، شي مصيبة هذه. بل إنه إذا أخرج الصلاة عن وقتها فالصحابة قضوا بكفره. الصحابة أجمعوا، هذا الحافظ المنذري في الترغيب، كتاب الترغيب والترهيب، قال روى أن الصحابة أجمعوا على أن من أخرج الصلاة عن وقتها عمدا فإذا أخذ كفر، نعوذ بالله. لا إله إلا الله. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا لم يصلوا مباشرة يتبعون الشهوات، يتبعون الغية. شو هو الغي؟ ما هو الغي من فتح الغين؟ ما هو الغي؟ فسوف يلقون غيا. لا ماشي واحد. ماشي نعم. قل نعم. العذاب. لا الضلال. ماشي ضلال، هي شو نوع من الضلال؟ الغي هو ضد الرشد، ضد الرشد. شنو الرشد؟ هو الصواب والحق. شنو الغي؟ الباطل. إذن من لم يتبع الصلاة، من أضاع الصلاة، فقد سلك سبيلا الغي والشهوات.
فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. فإذا نتوب إلى الله عز وجل واتخذوا هذا عادة نفسية عندكم أنكم تتوبون إلى الله عز وجل دائما، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. دائما كنتوا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله ويتوب إليه عدد 70 مرة أو 100 مرة في اليوم. لا بد من ذكر الاستغفار، ربي اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم، لا بد من هذا. ولكن في قلب ديالنا كنرجع الله عز وجل دائما أشكو إلى الله عز وجل، وهذا اللي بغى منكم الكمال وبغى منكم الصلاح وبغى منكم المراتب العليا عند الله عز وجل. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. إنه كان وعده مأتيا، شنو مأتيا؟ على وزني. شكون منكم نسيت ما سولت في الأول، شكون منكم اللي هما أدبيون في الشعب الأدبية؟ شوف ما كاينينش، واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة قلال، يعني المجموع كلهم علميون. إوا علميون ما يقراو لا حديث ولا قرآن ولا لا لا بلاش، يقراو غير سين زائد زائد با يساوي كذا. إيه نقراو فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده الغيب إنه كان وعده مأتيا، على وزني مفعولا مفعولا مأتويا، ولكن استقالوا الضمة على الياء فقالوا مأتيا. وعلاش قال الله تعالى إنه كان وعده وعد الله تعالى مأتيا؟ يعني نأتي إلى وعده، ما قالناش إن وعده يأتيكم. وهذه خصها شويه ديال الذكاء، نشوف شكون منكم اللي غادي يقلعها ليا. يلا أمر الله تعالى اللي هو من الموت اللي هو النصر اللي هو عطاء، كيقول الله تعالى أتى أمر الله، أتى أمر الله يعني محقق، ولكن وعد الله مأتي، نحن نأتي إلى وعد الله. قل الإتياني ماشي الإتاء، هذه واحد شوية منها، شوية منها المعنى زيد. لأنه الله تبارك وتعالى خصنا حنا نمشيو نسعوا عليه ماشي نجلسوا. الله يرضي عليك، الله يرضي عليك. اسمك يا ولدي اسمك؟ أنا سعفي. ولد سعفي فنتا، تبارك الله. هذا الفرعون يجي لك شجر مباركة. عفيف وشبه با تبارك الله حتى في الخلقة. كيف داير الوالد لاباس؟ وسلموا على والديكم جميعا. كنظن الأغلبية ديال الحاضرين من ولاد ديال الجماعة كيما ولد. كاين اللي ماشي شكون اللي الوالدين ديالو ماشي من الجماعة؟ الوالدين ديالو ماشي من الجماعة، هي الأغلبية ياك، هو الأغلبية. ونقول لكم واحد المسألة، لأنه ماشي هذا سؤال غير في الفضاء. ربما السبب هو أنكم أنتما كتمثلوا لوالديكم واحد الخطر، كيخافوا عليكم. ربما في الدار ما تغيرش السلوك ديالكم، ربما ما تحدثتوا لهم شي على الاسلام، ما تحدثتوا لهم شي على الجماعه، ما فهمتموهم شنو هي الجماعه. فهم كيسمعوا هذه جماعه ديال المتطرفين، بحال دوك اللي كيمشيو يفرقعوا رؤوسهم في اللي يحرقوا رؤوسهم في الدار البيضاء، اولا دوك اللي كيديهم للحبس وكذا. فإذا ربما إذا كان الأغلبية منكم والديهم ماشي في الجماعة، يعني هما ما بدلوش مجهود. وكان عندنا في الجماعة زي منير ياك، كاين شباب اللي هما كانوا سبب لباهم وأمهم وخالتهم وعمتهم وكل شيء، وكذلك الأخوات.
انه كان وعده ماتيا. خصني باقي كلام في هذا الموضوع هذا. هذا الكلام اللي قال عفيف ظريف ومزيان، ولكن نزيدو نكملوه. وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ايوا نقول الله تعالى قال لنا جاتنا مبشرات وكنشوفوا في الرؤيا في المشاهده بانه حنا مزيانين وغادي نمشيو للجنه وغادي نديرو. ايوا علاش الصلاه بلاش الوقت؟ قال لك اسيدي نمشي صلي هذا الفجر في الجامع في الجامع وفي الصف الاول مالي النعاس عاد كيجي. جاتني المبشره صافي. اشنو نكونوا حنا من المبطلين؟ مبطلين تبعوا الباطل. شو الباطل؟ هو بين النتيجة بين وعد الله تعالى يتحقق ولكن لا نأتيه. إوا سكون يزيد يفسر لنا هذا المعنى ديال كان وعده إنه كان وعده مأتيا. قل أيه أيه إيه؟ إن تنصروا الله ينصركم. الله يرضي عليك. إيه؟ نصر كاين، لكن باش يجي حنا خصنا نصروا الله. كي نديروا له؟ جاية، كاين ولكن حنا خصنا نبسطوا لها. بارك الله عليكم. الله يصلحكم ويهديكم. فإذا هذا هو لما نسمعوا وعد الله تعالى أنه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبله ولا يمكن لهم دينهم. ونقول وعد الله كاين. ولكن لا نأتيه، لا نهيئ له أسبابه. نكون مؤمنين ولكن ماشي مؤمنين ديال الركنة قاعدين أسيدي. أنا كنظل كنسبح وكنذكر الله وكنقرأ المصحف وما كنظلم حد وما كنتعدى على حد. وهادو أشنو يكونوا هادو؟ هادو ناس قاعدون لجهلهم ما هو الأمر وما هو الواجب وما هو الحسن وما هو الأحسن وما هو العالي وما هو الأعلى وما هي الدرجات في الآخرة. قال لك أسي أنا ما ظلمت حد، ما تعديت حد، صلي صلاتي وذكر الذكر ديالي وما يتسلح دوله. هذا مسلم بوحده ينفع نفسه. ولكن احنا شنو خصنا؟ نرجعوا للحديث ديال السنة الحسن. أشنو قال؟ من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيى به الإسلام. هذا هو الدرجة العليا. أما اللي يطلب العلم والعبادات وهذا لينفع نفسه وينجو بنفسه من عذاب الله، هذا مسلم. ولكن باش يكون من المؤمنين والمحسنين لا إله إلا الله. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده الغيب إنه كان وعده مأتيا. أما من كان ينتظر أن يأتيه وعد الله وهو نائم وأنا عشت ما احتله. وهذا ما أهلك المسلمين وهو الإيمان الباطل، الإيمان بقرار إيمان باطلا. كيف يمكن هذا الشيء؟ هذا الإيمان بالقدر ولكن الإيمان ماشي هو المطلوب. المؤمنون شنو الإيمان؟ تؤمن بالله وملائكته زيد وكتبه ورسله وفي الآخر زيد القدر خيره وشره. قال لك أسيدي أنا مكتب علي هادشي صافي. فإذا إلى كل واحد من هذه الأمة قال احنا مكتب علينا هادشي. جات فرنسا غلبتنا مكتب علينا. جا الأمريكان جاوا اليهود في فلسطين هادشي مكتب علينا ما عندنا ما نديرو. فهذا واحد الإيمان تواكلي، إيمان نائم، إيمان مستسلم. ما هكذا ينبغي أن نكون. ويرحم الله الشيخ عبد القادر الجيلاني يقول أنا أقاوم القدر بالقدر، أقاوم القدر بالقدر، أنا أقاوم القدر بالقدر. أكون أنا قدرا قدر الله، نضت أنا نتحرك ونكون قدر. الله قدر هذا الشيء هذا. ولكن أنا ناعس ما ناعس. فإذا الأمة الآن نايمة ومهزومة ومغلوبة. علاش؟ لأنه كتب علينا، لا مكتوب كتاب. وكم
ينبغي لكم أيها الشباب صالح، ينبغي لكم من جهد يبذل لإيقاظ المسلمين من غفلتهم وتعليمهم دينهم، خاص جهد كبير. المغاربة في الوقت الحاضر قال لك غادي يشاركوا في الإحصاء، شكون اللي يشارك في الإحصاء من الإخوان ديالنا؟ كاين؟ كاين إخوان ديالنا اللي شاركوا بزاف، أنا نشجعهم لأن المدرسة هادي يتعلموا، مهم بزاف، مهم ما شجعوهم. بحر الخضم قالوا 30 مليون، يمكن 35، ما نعرفوش. وهاد المخلوقات كلهم واش كيعرفوا من الدين ديالهم؟ يعني الدماغ ديالهم والخيال ديالهم كيخوضوه لهم الاحزاب السياسيه والحزب الشيطاني الكبير ديال التلفزيون والراديو وكذا، كيكذبوا على الناس ويديروا هنا والهرج. شحال كيعرفوا من الدين ديالهم؟ لا شيء. حنا شنو خصنا بديل ديال هادشي؟ شنو هو؟ وانتوما تقولوا لي، قل. التربيه كي دايره التربيه؟ التربية غير كلمة، الرحمة هي يعني الحلم، الله يرضى عليك، الخلق الحسن، هي الصحبة، زين؟ التعامل اللين، اللين، تعليم الناس الدين الصحيح، زين؟ كيف تعليم الناس الدين الصحيح؟ كيف دير تعليم الناس الدين الصحيح؟ راه كلهم كيقولوا الدين الصحيح، الرسميون الحكام كيقولوا الدين الصحيح هو اللي كنقولوا حنا، ويجيبوا لك واحد الانسان دكتور ومؤلف وشاعر واديب وكاتب ويديروه لك وزير، ويجي يقول لهم حنا لا، الدين الصحيح هو ديالنا حنا، ياك؟ كل واحد كيقول الدين الصحيح، وانت ما دكتور ما تخرجتي من بوليتكنيك ما والو، ما تصدق حد. ايوا بسم الله كنديروا لهاد البديل ديال هذا العنف. قول اسي. نعاون الناس يما، باش نجدعو الوقت نبنيهم على من يدلو يما. اييه مزيان هذا الكلام. زين. يقول الله تعالى: ادعوا الى سبيل ربك. يتم هذه الحسنة وجادلوا بياتي احسن. هذا الواجهة ديال العمل. ولكن العمق ديال العمل شنو هو؟ شكون يقول العمق؟ العمل. هي هذه كلها وسائل ديال ولكن العمق ديال العمل. قل. ان يترجم هذا الى حالنا فنعبر عنه بحالنا قبل مقالنا. مزيان، نحن الدعاة ياك، حنا مزيان، هذه وسيله من الوسائل، ولكن عمق المساله هو ننظر الى المستقبل، هي التاريخ، امتداد الامه في التاريخ. ان ننظر دائما إلى امتداد الأمة في تاريخ الإسلام. إذا غاب عنا هذا فلن نفهم من ديننا شيئا. جماعة الإحسان لها مطلبان، وتدل الناس على مطلبين هما العدل والإحسان. هل يمكن أن نقيم في الأرض عدلا ونحن نجهل ما وقع للأمة في تاريخها وما يقع لها في حاضرها ومستقبلها؟ ما يمكنش، لا يمكن. إذا كنا كنجهلوا التاريخ ديال الأمة وبغينا نصلحوا الأمة، كأنما نخوض في البحر، كأنما نحرث في البحر. ما عرفتيش مين جا هادشي، نعرفوا الفساد كي داير. النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقض النعور الإسلامي عروة وأولها نقضا الحكم. إذا ما عرفناش هادي ما عرفناش التاريخ، إذا ما عرفناش كيف وقع النقض لا نعرف كيف يكون الربط وجمع الشمل، ما نعرفوش. رأس البلاء هو أنه نقض الحكم. شنو كان الحكم؟
تكون فيكم النبوة ثم تكون خلافة ثم يكون ملكا عاضا. جاءوا الأمويين، شنو داروا الأمويين؟ خربوا الإسلام، نقضوا عرى الإسلام بلوها. وبذلك ذاك النقد من ديك الساعة الآن وما زال من نقض. فإذا إحنا باش نعرفوا كيف تاريخ المسلمين كيف نقض، وهذا نسميه عندنا الصلاح ديالنا في الجماعة ديالنا كنقولوا كنسميه انكسار تاريخي. إلا ما فهمناش انكسار تاريخي ما نعرفوا كيف نجمعوا كيف نعاودوا نجمعوا. هذا الموقف ديالنا. إيوا نرجعوا للعمق ديال المسألة كيف نديروا لها. التربية هذا كلام. كيف نديروا كيف هذا وهذا. ولكن العمق ديال التربية والتاريخ. معنا جيل بعد جيل بعد جيل بعد جيل. المسلمون الآن شحال مسلمين في الدنيا؟ غثاء كغثاء السيل. شحال مليار و 200 مليون ولا؟ ها؟ شحال؟ وثلث مليار. هكذا سي فؤاد. ما عرفنا شحال. ولكن غثاء كغثاء السيل. مليار عدد مبارك. شحال كانوا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة؟ شحال كانوا؟ شحال كانوا؟ 40 رجل وامرأة ولا قل 30 اسدي سيب الخيلية. شحال كانوا في مكة؟ شحال كانوا في مكة اسدي؟ كانوا عدد قليل، عشرات 20 30 يمكن 40 الله أعلم. في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم كم حج معه؟ 100,000 100,000 100,000 ياك 100,000. ولكن هاد 100,000 كي كانوا فيهم السابقون الأولون المهاجرين والأنصار، وفيهم اللي أسلم وحسن إسلامه، وفيهم الأم العرب اللي هما مازال ما دخلش الإيمان في قلوبهم. الآن مليار و300 ولا كذا. كيف داير الإسلام ديال هاد مليار و300؟ واش هم نقارنوهم بواحد من الصحابة رضي الله عنهم؟ فيهم شي وحدين اللي عندهم صبر ديال واحد من الصحابة، فيهم واحد اللي فيه عندهم العبادة ديال واحد من الصحابة، فيهم واحد اللي عنده الصدق ديال واحد من الصحابة، أو يشبهه أو يقربوا. النبي صلى الله عليه وسلم بشر بهذا، قال أنتم أصحابي وسيأتي قوم هم إخواني. ولكن باش تجمع فيها الخصال ديال الإيمان كلها، ايوا خصنا نخدموا لها ياك، وخصنا العمق التاريخي جيل بعد جيل جيل بعد جيل. واخا غير في المغرب ديالنا 30 مليون، باش هاد 30 مليون كلهم يكونوا على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى قدم سنته صلى الله عليه وسلم، خصنا بزاف. شحال نقدروا نديروا حنا؟ نديروا قليل بزاف قليل. إذا كان كل واحد منا وفق الله سبحانه وتعالى طلب الله يوفق جميعا في العمر ديالو ونصر الدعوة، يكون خير كثير. كنا آلاف مئات الآلاف مليون ثلاث الملايين عشر الملايين، الله تعالى كريم. ولكن غادي نلقاو ناس خرين نقول لك أنتم عقيدتكم كاع مزيانة، عقيدتكم مطعون فيها، أنتم صوفية مخرفون، أنتم متنطعون، أنتم كذا وأنتم كذا. فكيف نتعامل مع الناس؟ هنا غادي نجيب واحد الحديث نملي عليكم تكتبوه إن شاء الله. هذا حديث مضطرب. مالين الحديث؟ كيقول حديث مضطرب، هو رواه بزاف ديال رجال الحديث، ولكن مضطرب في السند ديالو مره كيقولوا رواه فلان. على كل حال ولكن وصلنا هكذا، هو في مسند الامام احمد ورواه غير واحد. يقول في النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدله
كنا مع الخلف ياك. شناشنا هما الخلف شنو داروا؟ صلاته وتاعوا الشهوات ولا قل غي. العكس ديالهم هو الخلف. شكون هما الخلف؟ الذين يحملون العلم وهم عدول. شنو هو عدول؟ ايوا العدل. شنو يكون؟ ما كيكذبوا، ما كيشتريوا، ما كي شر كثيره. يعني من اهل من جماعه العدل والاحسان خصنا نتخلقوا بهذه الصفات كلها ديال العدول. يحمل هذا العلم من كل خلق خلف عدله. ينفون عنه تحريف الغالين. ينفون عنه تحريف الغالين. وانتحال المبطلين. وانتحال المبطلين. سيدي محمد مرحبا بك. شحال باقي؟ 4 دقائق. ايوا نكملوا هذه الحاجات ان شاء الله ونبدا نصليو. وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وتأويل الجاهلين. نجيب لكم واحد الرواية مطولة شوية. هذا الحديث كي يروونه مرة عن سيدنا أبي سعيد الخدري ومرة عن صحابي عن رجل مرة عن رجل. وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي وابن ماجه وجاء في روايات متعددة. نقول لكم رواية طويلة شوية. أن رجل أبو سعيد الخدري أو رجل رواية حسب أخبر أنه رأى في المنام شجرة شجرة تقرأ سورة صاد. رؤيا شاف واحد الشجرة كتقرأ. وهذا في المنام كيكون الأمور اللي ماشي. شجرة تقرأ سورة صاد. فلما بلغت قول الله تعالى وأناب ديروا هذه بين قوسين وأناب. هذا سيدنا داود عليه السلام استغفر ربه وخر راكعا وأناب. الشجرة لما وصلت وأناب سجدت. سجدت الشجرة وقالت وأشوفوا الدعاء ديال الشجرة وأشوف النتيجة ديال هذا. ماشي الاهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور. كتعرفوا بأنه واش كتذكروا ولا ما تذكروش كيف الاذان؟ كيفاش الاذان؟ دابا كانوا يدنوا الله اكبر الله اكبر. رؤيا صحابي شاف رؤيا فهي وحي الانبياء. الرؤيا ديالهم وحي والمؤمنين الرؤيا ديالهم جزء من الوحي. فاذا الاذان جاب الوحي. الوحي ديال جزء من الوحي. فهاد الشجره كانت وصلت انا وسجدت وقالت اللهم اكتب لي بها أجرا. يعني بالسجدة. اللهم اكتب لي بها أجرا وحط عني بها وزرا وارزقني بها شكرا وتقبلها مني. وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قالت اللهم اكتب لي بها أجرا وحط عني بها وزرا وارزقني بها شكرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وسجدت. قال له ملي انت ملي شتي الشجره واش انت شتي ملي قريتي صاد؟ قال له وسجدت. قال لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كنت احق بالسجود من شجره. كنت احق بالسجود من شجره.
ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم الآيات، ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم الآيات حتى بلغ وأناب، حتى بلغ الكلمة في القرآن وأناب فسجد النبي صلى الله عليه وسلم. سجد النبي صلى الله عليه وسلم كيقلد الشجرة ولا اش كيقلد؟ قلد الوحي، ياك وحي المنام. عجيب هذا الزمن، ياك عجيب هذا. فسجد وقال كما قالت الشجرة، وقال كما قالت الشجرة، قال الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم قلد الشجرة. سبحان الله، هذه المطرحة طرح على شي واحد يقول لك هذا الكذوب، هذا الشيء ياك كذب. واش النبي قلد الشجرة؟ واش كتبتوها ولا ما كتبتوهاش؟ ولكن فهموها مزيان، فهموها جيدا. الإنسان في حياته يطلب الخير، وأنتم الله عز وجل صب عليكم الخير صبا في كل رباط، في كل اجتماع، كل مجلس نصيحة. هذا شاف النبي، هذا شاف الأنبياء، هذا شاف الرسول، هذا شاف الصالحين، هذا قالوا له الصحابة، بعض الصحابة قالوا أصحاب ديال الإخوان ديالنا، يعني كيتكلموا على الصحابة بحال صحابهم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.